مرحبا بكم في موجز الرابعة من إنفوجراد. يعود إليكم برنامج همسات رمضانية للسنة السادسة على التوالي مع أول أيام رمضان غدا السبت، وكما عودناكم يبدأ البرنامج قبل أذان المغرب ب15 دقيقة ويستمر حتى وقت الأذان، حيث يرفع مباشرة حسب توقيت فيينا واستنادا للمركز الإسلامي في فيينا. وبهذه المناسبة يتقدم فريق عمل إنفوجراد النمسا ميديا بحر التهاني للجالية الإسلامية في النمسا. وفي هذا الصدد ننوه بأننا من الأسبوع المقبل وطيلة شهر رمضان ستغير وقت بث قراءتنا الإخبارية التفاعلية اليومية لتبدأ على 5:30 مساءً. وفي نفس الوقت يبث برنامج إسلامي توعوي يومي السبت والأحد على الساعة 5 يقدمه الأستاذ الدكتور أمير زيدان في كلية الدراسات الإسلامية في نوفي بازار ليجيب به على كل تساؤلاتكم فيما يخص رمضان. بعد تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين أن الدفع للغاز الروسي سيكون بالروبل الروسي، قالت شركة الغاز النمساوية OMV أن العقود قد وقعت مع شركة غازبروم الروسية باليورو، وأنها الآن تنتظر معلومات مكتوبة من الشريك الروسي. وتضمن الامتثال لجميع العقوبات والأحكام القانونية المعمول بها، وتتواجد حالياً مخاوف كبيرة في الاقتصاد من احتمال أزمة إذا قطعت موسكو امتداد الغاز أو إذا فرض الغرب حظراً على الطاقة من روسيا. وفقاً لتقدير صادر عن مكتب الإحصاء النمساوي، فمن المحتمل أن يصل التضخم في مارس 2022 في النمسا إلى 6.8، وبالتالي ستعد هذه هي أعلى قيمة منذ نوفمبر 1981، ومقارنة بشهر فبراير الذي وصل معدل التضخم فيه ل 5.9%، فمن المتوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلك قد ارتفع بنسبة 2%. ولا تزال أسعار الطاقة هي المحرك الرئيسي للأسعار، ووفقاً لتوبياس توماس المدير العام للإحصاء، فإن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والطاقة زادت من التضخم، وسيتم الإعلان عن مستوى مؤشر أسعار المستهلك والنتائج التفصيلية لشهر مارس في 21 من أبريل. بعد ارتفاع معدلات التضخم، تحذر جمعية مزودي خدمات الإنترنت إيسبا في النمسا من زيادة أسعار الإنترنت، حيث أنه من المحتمل أن يرفع مزودي الخدمة الرسوم قريباً بسبب تهديد إلغاء قيود شركة آنس تيليكوم أوستريا، حيث يتعين على معظم المزودين استخدام البنية التحتية لآنس لأنه يتعذر إنشاء البنية التحتية الخاصة بهم، وبالتالي ستتمتع آنس بمكانة احتكارية بحكم الواقع في أجزاء كبيرة من النمسا. وستعمل على زيادة أسعار استخدام بنيتها التحتية من قبل مزودين آخرين في جميع أنحاء النمسا ليمرروا بدورهم الأسعار المرتفعة للعملاء. ووفقاً لرئيس الجمعية هارالد كابا، فسيطلب من المستخدمين الدفع مرتين لدفع تكاليف البنية التحتية التي في الأصل يجب أن تتولاها الدولة، وأخرى للشركات المزودة للخدمة. ويطالب كابا السلطة التنظيمية المسؤولة بأن تعمل لصالح العملاء وأن تظل آنس منظمة للعمل. كان هذا موجزنا، ونلقاكم على رأس الساعة 6 مساء على إنفوجراد، وإلى اللقاء.